تسلم رئيس الجمهورية أوراق اعتماد سعادة سفير الجمهورية الإيطالية السيد جوفاني بوغليسي. سعادة سفير الجمهورية الإيطالية. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre la lettre de créance. Je remercie son excellence le président de la République Abdelmadjid. أشكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على استقباله لي بمناسبة تسليم أوراق اعتماد كسفير لإيطاليا. اللقاء سمح لي بالإشادة مرة أخرى بعمق علاقة الصداقة التي تربط الشعبين الجزائري والإيطالي، صداقة قديمة تعود إلى الاستقلال والتي لم تضعف أبدا حتى في السنوات الصعبة. الجزائر كانت دائما بالنسبة لإيطاليا مضيافة ومتعاونة، والعلاقات ليست فقط حسن جوار بل علاقات تقارب وأخوة. نتقاسم الأهداف نفسها، السلم والأمن والتعاون وتنمية بشرية واقتصادية واجتماعية. ولقد أبرزت مع السيد الرئيس أن بلدينا يواجهان معا التحديات نفسها التي تواجهها منطقتنا التي تشهد مرحلة حساسة، لا سيما الوضع في ليبيا والساحل، وكذا مواجهة وباء كورونا وأهمية التعاون في محاربته. ونذكر أيضا بأهمية التعاون المستدام والمتوازن في مكافحة الجائحة. من جهتنا نعبر عن افتخارنا لكون الجزائر الشريك الاقتصادي والتجاري الأول في إفريقيا بالنسبة لإيطاليا. لدينا الإرادة لتطوير التعاون الصناعي والبحث والتكوين لمرافقة التنوع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وفي ميادين أخرى. وبالنسبة للتبادل الثقافي، إيطاليا حاضرة ببرنامج واسع للمبادرات وهي موجهة للجيل الجديد، فالثقافة والشباب طاقات الجزائر وإيطاليا اليوم وغدا. في الجزائر وأتمنى التوفيق في مهماتي. شكرا.